السلام عليكم. داي الناس اللي خدامين على موقع موني اون انفستمنت، الناس اللي قالوا لي انني نوضع لهم واحد الاثبات ديال الدفع ديال موقع موني اون انفستمنت. هذا الموقع هذا اللي سبق لي انني سجلت لكم جزء ديال الفيديوهات، وهذا هو الفيديو الثالث، حيث انني غادي ندير لكم اثبات الدفع او اثبات السحب في الموقع. قمت بسحب الموقع، والسحب ما تعطلش لي بزاف، يعني مده تقريبا 14 ساعه 15 ساعه قام يعني الموقع الدفع. وغنوريكم واحد الناس اللي ربحوا من هذا الموقع هذا، وواحد السيدة يعني سارة قامت بسحب أكثر من 400 دولار من هذا الموقع هذا. إثبات السحب كاملة غنقدمها لكم يعني سواء في الفيديو أو لا حتى الفيديو القادم. غنقدم لكم الفيديو الأول ديال هذا الموقع، أنني غادي نقوم بعمل متابعة لهذا الموقع هذا، وغادي نشوفوا حتى الاسهم يمكن لنا اننا نستخدموها او اننا نشريوها، حيث اننا نستافدوا منها بشكل كبير. على العموم ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا، نخليكم مع الشرح في هذا الفيديو. طبعا مرحبا بكم دائما اخرى في هذا الفيديو هذا اللي غادي ندير فيه واحد اثبات ديال السحب ديال موقع موني اونلاين انفستمنت. ساقوم بسحب يعني تقريبا 12 دولار. اوكي، انا قمت بسحبها بالطبع يعني قبل يعني يوم، وقمت بالتوصل يعني قمت البارحه يعني بالليل قمت بعمل يعني ودر للمبلغ، والحمد لله يعني توصلت به يعني في حسابي كما ستشاهد معي. يعني هذه حلقه يعني حتى اثبت يعني مصداقيه الموقع. اوكي، هذه هي العمليات التي قمت بها. اوكي، هذه العمليات يعني هنا قمت بعمل باي اوت، هنا الويدر يعطيك هنا يعني 11.99 دولار. قمت بسحبها عن طريق البيتكوين، يعني هنا ترانسفير تو بيتكوين اكونت كما تشاهد يعني مكتوب في هذا المكان. ساقوم فقط بالذهاب الى الكوين واليت في هذا المكان، وساذهب يعني هذه بالنسبه للكوين بايمنت. اوكي، ساذهب الى البلوكشين يعني حتى اشاهد يعني السحب يعني كيف تم. اوكي، وهالسحب هل تم بالفعل ام لا؟ فكما تشاهد معي الان قمت بالتحصل على المبلغ. اوكي، ساقوم بعمل في الصفحه، قمت بالتحصل على المبلغ، وهذه هي العمليه، يعني العمليه تمت يعني قبل 3 ساعات، يعني قمت بالتوصل يعني مرت عليها 3 ساعات، وقمت بالتوصل يعني بالمبلغ يعني في حسابي على الكوان بايمون. اوكي، ساذهب فقط يعني حتى نشاهد شيء ما، يعني اخر السحوبات التي تم عملها في الموقع. سنذهب فقط الى هنا ثم الى البريفايت اكونت، او لا الى البريفايت يعني في الطابل الاسم. اوكي، ساقوم بالذهاب الى هنا حتى نشاهد يعني اخر السحوبات التي تمت في الموقع، بحيث انك تعرف هل الموقع يعني شغال، هل الناس تربح من هذا الموقع. فالحمد لله تشاهد هنا الارباح، فشاهد معي هنا هذا الشخص قام بسحب 21 دولار. نحن نتحدث فقط عن 22 نوفمبر، اي اليوم، يعني اليوم هذا الشخص قام بسحب 22 تقريبا 22 دولار عن طريق بيرفكت موني، هذا ايضا 22 عن طريق بيرفكت موني، هذا 89 عن طريق البيبال. هذا الشخص او هذه السيده ساره قامت بسحب اليوم 491 دولار، قامت بسحبها عن طريق البيبال. هذا الشخص 23 دولار، هذا الشخص 170 دولار، هذا الشخص 11 دولار. تشاهد معي السحوبات التي هنا، اظن انني لن اظهر، نعم كنت انا في السابق طاهر في هذا المكان، لكن السحوبات كل ما قام بالسحب، يعني اي شخص قام بعملية السحب يعني فوقي فانه يظهر هنا، يعني هذه كلها سحوبات اليوم. واليوم الحمد لله يعني شاهدت الكثير من الاشخاص قاموا بالسحب في هذا الموقع كما تشاهد معي هنا. ان شاء الله يعني ساويكم يعني طريقة الايداع وطريقة اخرى في كيفية الربح عن طريق يعني عمل يعني ديبو بدون ان تقوم ب ان تقوم يعني بشراء اسهم للشركة. يعني الفيديو سبق وان شرحته، سبق وان وريتكم طريقة الربح من الموقع، يعني نصحتكم ان تقوموا باتباع يعني هذا الشخص، يعني تشاهدون يعني العدد الاسهم الخاصه به، يعني انا يعني 165 سهم متبقي. نعم العدد هنا كذلك يعني في التوتال، يعني يزيد يعني كلما
اقترب عدد أسهم من الانتهاء، وهذا شيء عادي لأن هذا الشخص يعني يريد العديد من الاستثمارات، بحيث أنه يريد أن يقوم بالزيادة بالبروجكت يعني إلى الأمام، أي بأنه يريد إنجاح هذا البروجكت، وأسهم هذا المشروع يعني يكون في تصاعد بالطبع. على العموم هذا هو كل شيء يعني في هذا الفيديو، هذا فيديو فقط لكي أريكم إثبات مصداقية الموقع. كما قلت لكم الموقع هو موقع رائع صراحة، أعجبني أنا شخصيا، وهذا الموقع طريقة الربح فيه سبق قدمته عليكم في الفيديو الأول، والذي ستجدونه أسفل في صندوق هذا الوصف، أتمنى أو في صندوق الوصف طبعا. أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا الفيديو قناة إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل التوصل دائما بالجديد. كان معك خيسمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.